بالتاكيد طيب بعيدا عن اليورو بما اننا على التلفزيون المصري فسؤالي القادم ليك يخص اسطورتنا المصريه اللاعب المصري الكبير محمد صلاح رايك ايه في مسيره محمد صلاح في ملاعب كره القدم العالميه؟ محمد صلاح هو هو قد صنع مسيره عظيمه في في اوروبا بالنسبة لنا في اوروبا هو واحد من اعظم اللاعبين هو هو حاليا واحد من اكبر اكبر الاسماء في اوروبا مسيرة عظيمة مسار احترافي رائع لنفسه وهو مثال رائع للشباب يحتذى به للاعبين في التشيك حتى وفي مصر وفي كل مكان في العالم كيف يتمرن كيف يعيش كيف يلعب كرة القدم أتمنى أن يفوز ببطولة كبيرة مع منتخب بلادي يوم ما في مصر هنا نشر بعض التقارير الصحفية عن مفاوضات سابقة ما بين النادي الأهلي وما بينك حول تدريب الفريق هل هذه الأحاديث كانت صحيحة وقتها؟ هل فوضك الأهلي من قبل؟ في البداية أود ان ابارك للأهلي على فوزه الكبير أمس امام بيراميدز نعم أنا تواصلت مع بعض الأندية ولكن مع الزمالك ومع الأهلي ومع الاسماعيلي ولكن في, في تلك اللحظة لم أذهب ولكن في المستقبل في المستقبل من يعرف لديكم أندية كبيرة في مصر أندية مشهورة في الوطن العربي هنأت الاهلي على فوزه امس امام بيراميدز هل شاهدت المباراه واجزاء منها ولا عرفت النتيجه فقط لا لم اشاهد المباراه ولكن تابعت انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء اتمنى لك كل التوفيق الفترة القادمة واحد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم العالمية المدير الفني لمنتخب التشيك إيفان هاشك واحد من الأسماء الكبيرة واللي شارك او كقائد للمنتخب التشيكي كمدرب في بطوله اليورو المستمره حتى هذه اللحظه